السلام الله عليكم. إن شاء الله الإخوان غادي نشارك معكم طريقة إصلاح الثقوب في أنبوب السقي أو أنبوب الري بالنسبة للزراعة، سواء في المنزل أو في الحديقة بالنسبة للمزارعين. كما كتعرفوا معي الإخوان، هاد المشكلة كيعاني منها جميع الفلاحين أو المزارعين. لقد طلب مني أحد الإخوان كيفية إصلاح هذه الثقوب بطريقة بسيطة وغير مكلفة باستعمال هذه المسدات، فالثمن ديالها رخيص جدا، وهاد المسدات الدور ديالها صراحة ما كيخليش واحد التكاليف من حيث استعمال الأنبوب السقي، لأنك تقتصد كثيرا من ناحية استعمال الأنبوب مرات عديدة كما كتشوفوا معايا. والثمن ديالها تقريبا 20 درهم، فهي كتتراوح ما بين تقريبا 150 قطعة إلى 200 قطعة على هذا النحو أو على هذا الشكل. هي طريقة صراحة من حيث سدان الثقوب تكون طريقة جيدة. كما كتشوفوا معايا غنقوم بإزالة هذه الثقوب، سوف نقوم باستعمالها في مكان آخر. بالنسبة للمزارعين، إذا كنت قمت بالثقوب في ما عجبك بغيتي تغير المكان ديالها، كما كتشوفوا معايا غادي نقوم بإزالة ديالها بدون تغيير الأنبوب، لأن ثمن الأنبوب الثمن ديالو صراحة مرتفع. إذا بغينا نبدلوه كامل تقريبا 10 متر، راه الثمن ديالها مرتفع. من الأفضل نقوم بالسدان ديالها على هذا الشكل. طريقة سهلة جدا كما كتشوفوا معايا، طريقة سهلة جدا بدون صعوبة بدون تكاليف. كما كتشوفوا معايا طريقة سهلة جدا، يمكنك تركيبه على هذا النحو. والطريقة يمكنك استعمال جميع أنواع الأنابيب باختلاف الضغط ديالهم على هذا الشكل. طريقة سهلة جدا، حتى لما عجبش المكان أو يمكنك تغيير نوع الزراعة بالنسبة للبطيخ، تكون واحد المساحة كبيرة يمكنك الاعتماد على هذا النحو. وحتى لديك المسدات اللي قمت بإزالة ديالهم فالثمن ديالهم مرتفع، يمكنك أخذهم وعمل بهم في مكان آخر. ممكن تشوفوا معي طريقة سهلة جدا، وهذا الأنبوب يمكنك استعماله سنوات المقبلة إن شاء الله في زراعات أخرى أو زراعات بديلة على حسب. كما كتشوفوا معايا طريقة سهلة جدا، وبالتوفيق للجميع.